مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام المحترف. بصراحة كلنا تابعنا بطولة كبيرة جدا اليورو 2020 اللي يمكن انتهت بفوز المنتخب الإيطالي بلقب البطولة. خلينا نتكلم، كل واحد كان بيبص لهذه البطولة بمنظور خاص. اللي كان بيبص للبطولة دي بمنظور التنظيم، كان تنظيم ولا أروع. يمكن كان أول مرة في تاريخ البطولة بتقام في 11 مدينة أوروبية. على مستوى التنظيم كان مستوى أكتر من رائع، كلنا انبهرنا بهذا التنظيم، من حتى تواجد جماهيري بشكل كبير جدا خاصة في الأدوار الإقصائية، كمان على مستوى الإخراج التلفزيوني وقد إيه كانت الصورة أكتر من رائعة. ويعني بنقول دايما الصورة والمخرج والتنظيم عامل مهم جدا في ماركتنج البطولة، في تسويق البطولة، في قيمة البطولة. في مجموعة تانية كان بتبص على اللاعبين يمكن اللاعبين الكبار والنجوم الكبار على مستوى البطولة، اللي كانوا خارجين من مشوار طويل جدا على مستوى الموسم مع أنديتهم، وقد إيه ظهر نجوم جديدة على الساحة العالمية يمكن ما كناش بنسمع عنهم. يمكن اللي كان متابع شوية السيريا آ الدوري الإنجليزي أو الدوري الفرنسي، لكن ظهر مجموعة من اللاعبين الصغار هيكونوا نجوم كبار جدا. على الجانب الآخر يمكن تفاوت الأسماء الكبيرة من النجوم على المستوى الأداء وعلى المستوى الفني. في مجموعة كانت بتراقب المدربين وقد إيه المدربين كان ليهم أفكار جديدة وعندهم نماذج متميزة من الخطط، وكان في مباريات كتيرة جدا بتكون الحرب مش جوه الملعب لكن على الخطوط ما بين المدربين. شفنا مدرسة جديدة للمدرسة الإيطالية بقيادة روبرتو مانشيني، وشفنا على الجانب الآخر ألمانيا، يمكن ألمانيا المرشحة الدائمة للفوز بالبطولات وخروجها على يد لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني. فكان على مستوى المدربين إخفاق مدربين كبار ونجاح كبير جدا ساحق لروبرتو مانشيني. على كمان المستوى التحكيمي بنتكلم على مستوى التحكيمي اللي كان أكتر من رائع، سواء حكام الساحة سواء حكام الفار. أعتقد يمكن البطولة لم تشهد أخطاء كبيرة، يمكن في خطأ أو اتنين لكن نسبة نجاح تفوق 99%. بطولة كبيرة جدا استمتعنا بيها، لكن كمان عايز أقف مع حضراتكم على ما بعد البطولة، أصداء ما بعد البطولة، وده هيكون حوار حلقتنا النهاردة عن أصداء بطولة يورو 2020 من أرقام تاريخية. لكن خلينا نتكلم في 3-4 نقاط كمان ما بعد البطولة. طبعا المنتخب الإيطالي توج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، مرة الثانية فقط، رغم عارفين المنتخب الإيطالي من أكثر المنتخبات اللي فازت بكأس العالم بعد المنتخب البرازيلي 4 مرات، لكن خلينا نتكلم إن دي طبعا كان الجماهير الإيطالية وهي بتتابع فريقها وقد إيه كانوا فخورين بهذا الأداء الرائع. و المنتخب الإيطالي يعني زي ما بنقول رغم إخفاقه في الوصول لكأس العالم 2018، لكن مع روبرتو مانشيني وزي ما حضراتكم شايفين الصورة يعني أكتر من أي كلام، هذه الفرحة العارمة والفرح الكبير جدا والسعادة الكبيرة جدا اللي حصل عليها المنتخب الإيطالي وشعب إيطاليا كله بجميع انتماءاته. شايفين صورة رائعة يعني جماهير الإيطالية أو المشجعين في كل إيطاليا، كل مدن إيطاليا خرجت الجماهير طبعا بتدعم فرحانة سعيدة بفريقها. يعني زي ما بقول لحضراتكم كان بالنسبة حتى ليهم كان مفاجأة كبيرة جدا، حتى على مستوى الجماهير الإيطالية كان مفاجأة ظهور هذا المنتخب بهذه القوة بهذا الأداء والفوز في جميع المباريات بشكل أكتر من رائع. وهاخد من ديت كمان كان في يعني مشكله، يعني بنقول كمان ان في فرحه وفي سعاده، لكن كمان كان في قلق. القلق هتقول لي قلق من ايه؟ قلق من كورونا، خاصه ان يمكن ايطاليا كان عندها بعض المشاكل على مستوى الكورونا، كان في تخوف من على مستوى وزاره الصحه من هذا التدافع وهذا التجمع الكبير جدا اللي بيحدث في شوارع ايطاليا بفوز المنتخب الايطالي. لكن كان في قلق على مستوى طبعا فيروس كورونا وقد ايه الناس متدافعه وقد ايه طبعا الناس ديت كانت من فرحتها طبعا خرجت، حقهم طبعا يفرحوا ببلدهم، خاصه زي ما بقول لحضراتكم كان يمكن اكتر الطموحين للشعب الايطالي هو الوصول لدور قبل النهائي، لكن الفوز بالبطوله كانت مفاجاه كبيره جدا
قبل ما نخش بتفاصيل الارقام اللي عندنا، والنهارده عندنا قصص حديد كتيره جدا جدا، اكيد هنشوف يمكن كلام لاول مره يتقال عن اليورو 2020. هنشوف مع بعض حضراتكم ارقام كتيره جدا، لكن زي ما تعودنا بقول لحضراتكم هنقف على نقاط، يعني نقطتين ثلاثه. النقطه الاولانيه ان زي ما شفنا احتفاليه اليورو بتفجر جدل كبير جدا في ايطاليا، زي ما شفنا على مستوى وزاره الصحه يعني حذرت الناس من التدافع والتواجد في طبعا الميادين الكبيره، لكن فرحه طبعا الجماهير الايطاليه اكيد يعني بتطغو على كل يعني الاجراءات الاحترازيه، لكن كان في قلق كبير جدا في تدافع وتواجد الجماهير الايطاليه في شوارع ايطاليا. زي ما حضراتكم عارفين كمان يمكن من الحاجات اللي ظهرت بعد اليورو العنصريه، يعني دي كارثه، يعني العنصريه بتضرب اليورو 2020 بعد التنظيم الرائع بتظهر العنصريه، مشاكل عنصريه في 2020، يعني البطوله الكبيره شهدت بعض المشاهد العنصريه بشان طبعا اكيد النجوم الثلاثه الكبار، نجوم المنتخب الانجليزي طبعا بعد طبعا اهدار ضربات الجزاء، بنتكلم على راتشفورد، بنتكلم على شانسو، بنتكلم على ساكا، التلاتة دول يعني طبعا ظاهرة مرفوضة بجميع أشكالها. هنقف النهاردة عند النقطة ديت وهنتكلم عليها بالتفصيل، لأن يعني هذه الظاهرة لازم نتكلم عليها ونقف عندها رغم النجاح الكبير لهذه البطولة، لكن تقف العنصرية يعني حجر في أو نقطة سوداء في هذه البطولة. النقطة الثانية اللي عايز أتكلم مع حضراتكم جورجينيو. جورجينيو طبعا لاعب المنتخب الإيطالي ولاعب نادي تشيلسي، قال يعني أنا مش ميسي ولا كريستيانو رونالدو، ده طبعا على يعني بعض الناس بتقول هل هفوز بجائزة الكرة الذهبية السنة دي، لكن هو اتكلم وقال أنا طبعا مش زي ميسي ولا زي رونالدو، لكن على مستوى الألقاب أعتقد إن محدش كسب بطولات قد السنة دي. هو طبعا عارفين ان هو كسب طبعا بطولتين كبار جدا على مستوى الانديه، وعلى مستوى طبعا على مستوى الانديه للتشامبيونز ليج، على مستوى طبعا المنتخبات بطوله كبيره زي امم 2020. النقطه الثالثه اتكلم مع حضراتكم مع نجم النجوم دوناروما. دوناروما ولكن مع شكل تاني مع ابراهيموفيتش. يعني النهارده دوناروما بعد طبعا ما تصدى لضربه جزاء ساكا الاخيره قبل طبعا ما يعني الماتش عدي، الا كان في زي ما بنقول روح ابراهيموفيتش يعني دايما يعني بيطلع علينا بحاجات يعني مفاجآت يعني تثير الجدل، لكن هو طبعا ابراهيموفيتش يعني بيقول لدوناروما يعني في الفتره اللي انا قعدتها معاك، انت حضراتكم عارفين طبعا دوناروما ده حارس اي سي ميلان مع وجود ابراهيموفيتش مع الميلان، يعني ابراهيموفيتش بيقول له في الفتره الصغيره اللي انت قضيتها معايا عرفت انك تكسب بطولات، طبعا بروح الدعابه وروح كمان الاحتفال. يعني كلنا طبعا قلنا ان دوناروما كان حارس عظيم وادى مباريات اكتر من رائعه، وطبعا هو طبعا اكيد بعد انتقاله يعني على يعني انتقاله لباريس سان جيرمان، يعني باريس سان جيرمان تقريبا لم نجوم العالم كله، لكن اعتقد خساره كبيره جدا للاي سي ميلان انه يستغني، او هو عقده خلاص خلص وهيروح باريس سان جيرمان. عموما لسه معانا حاجات كتيره جدا في حلقتنا النهارده، ان شاء الله حلقه هتكون مميزه جدا، ولكن على طبعا هنتكلم على كل ما يخص اليورو من ارقام من احصائيات من نجوم من تشكيله مثاليه لليورو مع كمان بعض المشاكل اللي قابلت اليورو، لكن تعالوا مع بعض دلوقتي كمان نشوف الصحافه قالت ايه بعد نهايه يورو 2020. يلا نبدا رحلتنا مع الصحافه في اسبانيا، جريده ماركا، يعني هنبدا جولتنا مع اسبانيا. ماركا الاسبانيه تحدثها عن طبعا عن ركزت على الصفقه التبادليه المحتمله ما بين برشلونه واتلتيكو مدريد بخصوص جريزمان وساول، وكتبت الصحيفه عمليه تبادليه في الدوري الاسباني، كما كمان اتكلمت اكيد عن سوق الترانسفير ماركت في على المستوى طبعا تجديد، او يعني بتقول ان في احتماليه تجديد عقد طبعا ليون ميسي مع برشلونه. كتبت الجريده ان ميسي وصل لاتفاق مبدئي، واشارت الصحيفه ان كمان كيليني وصفته بمتوسط دفاع رائع مدى الحياه. لسه في اسبانيا مع سبورت الاسبانيه. سبورت الاسبانيه ركزت طبعا على اتفاق برشلونه مع ميسي لتجديد عقده، وكتبت ميسي مستمر حتى 2026. تحدثت كمان عن مستقبل الجناح الفرنسي جريزمان لاعب برشلونة، وكتبت جريزمان كمان سينتقل إلى أتلتيكو مدريد. الصحيفة
نفسها اهتمت طبعا بتسريب يعني بعض التصريحات اللي رئيس ريال مدريد بشأن النجم الكبير رونالدو والمدرب جوزيه مورينيو، كتبت على لسانه يعني كريستيانو أحمق ومورينيو مختل وغير طبيعي. طبعا تصريحات أثيرت الجدل الكبير على مستوى الصحافة والرياضة في أسبانيا. نروح لجريدة موندو دي ديبورتيفو الأسبانية اللي كمان بتقول على اتفاق برشلونة وميسي، وأكدت الصحيفة أن ميسي أبدى الموافقة على تخفيض راتبه بنسبة 50%. إن ميسي قال أنه ممكن يتواجد مع برشلونة وخفض عقده ل 50%. الصحيفة كمان اهتمت بمستقبل جريزمان وتعاقد باريس سان جيرمان مع الحارس الإيطالي العملاق دوناروما، وكتبت باريس سان جيرمان يتعاقد مع دوناروما أفضل لاعب في أمم أوروبا. نروح للصحف الإنجليزية من صن، طبعا على مستوى الصحف الإنجليزية ركزت على تأثير التعليقات العنصرية على نجم طبعا مانشستر يونايتد الجديد سانشو، وكتبت حزن جان سانشو بسبب طبعا العنف العنصري، وطبعا اكيد هنتكلم على القضيه ديت يعني استفاضه من خلال حلقتنا. ركزت كمان على تصريحات سانشو ان هو حزين جدا لهذه الهجمه العنصريه. لسه في انجلترا ومع صحيفه ديلي ميل اللي كتبت نريد ليفا مانشستر سيتي مهتم جدا بالتعاقد طبعا مع المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مهاجم البايرن حل فشل صفقه هاري كين. نروح من انجلترا لاسبانيا لفرنسا اسف مع صحيفه ليكيب الفرنسيه اللي كمان ركزت على مصير منتخب او نجم منتخب فرنسا وبرشلونه جريزمان، وكتبت برشلونه مستعد للتخلي عن جريزمان. لكازيتا دي سبورت هنروح لايطاليا طبعا تحديدا هذه الجريده الكبيره اللي كتبت ميلان واليوفي اشاره، وطبعا الشراره او الحرب المبكره في اشاره الى طبعا عارفين قرعه الدوري الايطالي اللي اسفرت عن وقوع مواجهه مرتقبه ما بين الفريقين في الاسبوع الرابع من عمر المسابقه. كتبت كمان عن يعني مكالمه أليجري طبعا عنده جماهير اليوفنتوس عندها امال كبيره جدا بالحصول على بطوله اوروبا مع هذا المدرب الكبير. اشارت التصريحات أليجري الى ان طبعا خلال يعني ان الهدف الاول من وجوده في اليوفي هو اولا استعاده الدوري وثانيا دوري الابطال. لسه في ايطاليا مع توتو سبورت اللي يمكن ركزت على نجم اليوفنتوس الارجنتيني باولو ديبالا، قالت على باولو ديبالا انه يعني ديبالا هيكون الصحيفه على موعد وصول كمان رونالدو، قال ان ديبالا موجود وان رونالدو كمان نجم اليوفنتوس هيصل لايطاليا او ينضم الى اليوفنتوس يوم 25 من الشهر الجاري. صحيفة كوريدي لسبورت قالت يعني سارة ومورينيو في الجولة السادسة، يعني حضرتكم بتقولوا على يوم 22 أغسطس هيبدأ الدوري الإيطالي. طبعا اللي بيصير يعني بيشير بالإثارة، وزي ما عارفين دايما المواجهات ما بين مورينيو وما بين الفرق الكبيرة اليوفنتوس والميلان أكيد بيكون يعني فيها إثارة ومتعة كبيرة جدا جدا. دي كانت يعني الصحف العالمية ازاي اتكلمت على أصداء نهاية اليورو 2020. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع حضراتكم في المحترف. برحب بحضراتكم مرة تانية في المحترف في فقرتنا التانية. معانا ضيف مميز على مستوى النقد الرياضي، معانا الأستاذ محمد الباز الناقد الرياضي وصاحب الأرقام والإحصائيات. زي ما أقول لحضراتكم النهاردة هنشوف إحصائيات لليورو بشكل مختلف على مستوى الأرقام على مستوى التقييم. بنرحب بيك يا محمد، أهلا بيك طبعا معنا في المحترف وعلى شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا كابتن هاني، مبسوط أن أنا موجود مع حضرتك النهاردة. أهلا وسهلا بيك. منور. أكيد طبعا تابعت اليورو، وأنت دايما اللي بيحبوا الأرقام والإحصائيات بيكون ليهم يعني نظرات مختلفة في يعني في جوانب مختلفة من البطولة. لكن خلينا نتكلم الأول على إجمالي البطولة، شايف البطولة إزاي من النواحي الفنية، وهنتكلم أكيد على لغة الأرقام وما يعني تدل، هل إشارة الأرقام تدل أن فعلا المنتخب الإيطالي يستحق هذه البطولة، ولا من لغة الأرقام كان ممكن في فريق تاني يكون هو بطل البطولة؟ كل تأكيد يا كابتن، البطولة اليورو الموسم أو النسخة ديت هي النسخة 16 من 60 عام، هي أفضل نسخة وأقوى نسخة حصلت يعني في تاريخ اليورو بشكل عام.
خلفت وسجلت أرقام قياسية، إحصائيات لا تعد. أنا من وجهة نظري إن سيصعب على الأجيال القادمة إن هم يحطموا هذه الأرقام بسبب اليورو 2020 اللي اتنفذ السنة دي. بالنسبة لمنتخب إيطاليا بكل تأكيد يستحق بجدارة. لو بنبص من الناحية الفنية ومن ناحية الأرقام، هو أفضل فريق حقق أرقام قياسية في اليورو، كتب أرقام للتاريخ. يعني بنتكلم إن هو حقق أكبر فوز في تاريخه باليورو بثلاثية نظيفة في الافتتاحية في الدور التمهيدي أمام تركيا، ده بداية قوية جدا في مواجهة سويسرا في الجولة الثانية. أيضا فاز في آخر 11 مباراة بجميع البطولات دون هزيمة يا كابتن هاني. ده يعني رقم قياسي كمان، رقم مع قياسي محافظنا على شباكه يعني أرقام كتيرة جدا. هسيبك طبعا تسرد بعض الأرقام القياسية، لكن خلينا نتكلم على كمان مع مانشيني، لأن كمان إحنا بنتكلم على مدربين، وإحنا كمان في حلقتنا النهاردة لينا يعني في الحلقة أو في فقرة الأخيرة لينا يعني كلام كتير جدا عن المدربين. صحيح. مع مانشيني كمان بيحقق أعتقد 34 أو 35 وصل، مظبوط، وصل ل 34 مباراة دون هزيمة، يعني ناقص مباراة واحدة دون هزيمة ويكسر الرقم القياسي لأسبانيا. مانشيني طبعا استطاع أن هو يفرض فلسفته، عمل توليفة قوية جدا من اللعيبة، أبرزهم زي ما احنا عارفين من وجهة نظري هم المنتخب الإنجليزي، منتخب إنجلترا بيلقب بمنتخب الأسود الثلاثة، ذا ثري ليونز. من وجهة نظري أن الأسود الثلاثة شفناهم بالفعل في أرض الملعب، في أرض الميدان مع مانشيني، في من وجهة نظري المتمثلين في كيليني وبونوتشي، يعني دول الأسدين قصر روما من وجهة نظري. صحيح. زي أسدين قصر نيل عندنا هنا في القاهرة. الأسد الثالث اللي هو حامي عرين المنتخب الأزوري من وجهة نظري طبعا دوناروما، وهناك بعض الغزلات الخفيفة التي تغول وتعوق زي ما شفنا كيزا، يعني لا أنا طور نص الملعب. محمد أنا يمكن في الانترو قلت أن كان البطولة دي شهدت كمان ظهور نجوم، يعني اللي يمكن متابع السيريا شوية، متابع الدوري الألماني للفرنسي الإنجليزي بالزبط. لكن على المستوى الدولي ظهر نجوم كبيرة، ده جزئية مهمة جدا. الجزئية الثانية الفرحة الكبيرة طبعا للجماهير على مستوى الجماهير وعلى مستوى القادة، يعني استقبال رئيس الوزراء الإيطالي لمنتخب إيطاليا والحفاوة اللي كانت منتظرة، طبعا لقب تاني في تاريخ كبير جدا. فكلمني كمان عن الاستقبال وعن الاهتمام الكبير جدا بالمنتخب الإيطالي أثناء عودته، وطبعا معنا الصور على الشاشة بتدل قد ايه كان في فرحة كبيرة جدا جدا. طبعا بكل تأكيد رئيس الوزراء إيطاليا ماريو دراجي استقبل اللاعب الأزوري وفرحة عارمة. لا احنا برضو يا كابتن عايزين نقول ان المنتخب الازوري زي ما حضرتك قلت 4 نهائيات حقق لقبين. صحيح. لليورو، بس اخر لقب ده كان بعد انتظار طويل 53 عام، يعني لتوج الفريق الايطالي. شفنا زي ما احنا شايفين مع بعض رئيس الوزراء واحتفالات وفرحه وبهجه في ايطاليا، وعايز اقول لحضرتك ليس فقط على صعيد ايطاليا كبلد ايطاليا، انا شفت بنفسي ايطاليا ايطاليين او في كل العالم، كل العالم يحتفلون. ويعني انا شفت في المانيا الطلاينة مع الالمان نفسهم واصدقائهم في شوارع المانيا. خلي بالك محمد، ساعات اللي بيكون بره البلد بيكون فرحته اكبر كمان. بالزبط. يعني كان نفسي يكون في ايطاليا لكن فرحته بتبقى كبيره جدا. يعني شايفين طبعا على الصوره لقطات طبعا كبيره جدا، وانت زي ما بتقول أسدين المنتخب الإيطالي كيليني وبونوتشي، طبعا مع كل الوزراء على مستوى رئيس الوزراء على مستوى كل الوزراء، واحتفالهم الكبير بالمنتخب الإيطالي. صحيح. طبعا المنتخب الإيطالي يا كابتن يعني أحرز 13 هدف في البطولة، يعني رقم قياسي. ايضا هنتكلم بكل تفصيل اكيد. صحيح. يعني طبعا على المستوى الهجومي، وبتكلم الهجومي ومستوى دايما الدفاعي. دايما الكره الايطاليه محمد كانت كل يقول لك على الكره الايطاليه يقول لك انت بيدافعوا كويس وما بيجيبوش اجوان كتير. احنا دلوقتي احرزوا 13 هدف، افضل فريق على مستوى التهديف مع المنتخب الاسباني. اعتقد اسباني بنفس الرقم، لكن كره جديده، شكل جديد لايطاليا. يعني طبعا يعني مانشيني بيركز على الطريقة الحديثة، دايما بيلعب 3-4-3، والطريقة الثلاثية زي ما حضرتك عارف بدأ يعتمد أكثر على الأجنحة، بدأ يعتمد أكثر على كيزة في الاختراق من العمق والشوط والأجنحة والكرات العرضية. مانشيني فرض فعلا فلسفته، غير الشكل زي ما حضرتك قلت، انتقل من الدفاع إلى الهجوم.
يعني فعلا كل الناس بتتكلم ان المنتخب الايطالي او الدوري الايطالي يمتاز بالدفاع والقوه والخشونه، ولكن انا شايف لا، مع مانشيني تم تغيير الفكر دوت والفلسفه ديت، وفرض فلسفته فعلا وفكره على اللعيبه. قلت لي نقطه مهمه جدا قبل ما نخش هوا محمد، على قد ايه تاثير كره القدم والبطولات مش بس على الـ على الـ على المستوى التروفي او على المستوى الاحصاء او اللاعبين او المدربين، لكن تاثيرها كان على المواطن الايطالي بشكل كبير طبعا. جدا وبشكل ايجابي. بالظبط، شفنا دوت فعلا المواطن الايطالي يعني في غايه السعاده، يعني بيشوف انجاز لبلده، شايف كوره متعه، شايف فكر جديد، بيامل في مواصله تحطيم الارقام القياسيه، يعني الماتش الجاي ب 35 36 وهكذا، ويستمر الفريق الايطالي في اسعاد جمهوره بكل تاكيد. انت كمان كلمتني على نقطه، عمليه ان هذا النجاح وتبعياته على مستوى الاقتصاد، انت قلت لي بدا حتى الشعوب او شعب ايطاليا نفسه تتفتح، وبدا يعمل بيضخ فلوس كتير في، يعني في نوع من انواع التباين الايجابي ما بين كره القدم وحتى على المستوى الاقتصادي. صحيح صحيح طبعا، يعني احنا حتى البطوله كلنا عارفين ان من بدايه الادوار التمهيديه كل فريق تقريبا بياخد 9 مليون يورو في كجائزه مبدئيه، ولكن الفائز بياخد 10 مليون يورو على ما اتذكر، فطبعا هيضخ في الاقتصاد ده من ناحيه كره القدم. بالعكس طبعا فتحت نفس الجمهور الايطالي والشعب الايطالي على المواصله، لانهم عشاق فعلا ده صحيح القدم. ده صحيح محمد. طبعا يعني الاتحاد الاوروبي اعلن يمكن امبارح او اول امبارح على التشكيله المثاليه، او افضل، مش هنقول افضل 11 لاعب، لكن التشكيله المثاليه لهذه البطوله بشكل كبير جدا. في بعض يعني بعض المهتمين او بعض النقاد يمكن اثاروا بعض الدهشه على هذه القائمه، اعتقد المنتخب الايطالي حقه ان هو يعني يكتسح هذه القائمة بشكل كبير جدا. يعني بكل تأكيد، يعني احنا شايفين في التشكيلة 5 لعيبة من المنتخب الإيطالي، وده أكبر عدد في التشكيلة زي ما احنا طب احنا شايفين دلوقتي رحيم ستيرلينج، شايفين لوكاكو على مستوى المنتخب البلجيكي، يعني كمان أنا يعني هنشوف التشكيلة المثالية، لكن زي ما أنت بتقول يعني بالنسبه لك انت كان في بعض المفاجآت كنت تتوقع بعض اللعيبه. يعني انا بالنسبه لي كريستيانو رونالدو، بيتر تشيك هدافين البطوله بخمس اهداف، كريستيانو رونالدو ليس فقط هداف البطوله بالخمس اهداف، ده كسر ارقام وحطم ارقام قياسيه في من خلال اليورو 2020، لم يتواجد في التشكيله المختاره. برضو كانت مفاجاه بالنسبه لي ان كيليني مش موجود، يعني هو تم الاعتماد صحيح فقط صحيح على بونوتشي. طيب تعالى يعني انا هطير معاك الموضوع دوت، بس كمان على المستوى الدولي وعلى مستوى بعض النقاد الرياضيين، نشوف مع حضراتكم تقرير عن طبعا بعض الاثاره وبعض الجدل في التشكيله المثاليه لليورو 2020. جاءت التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عقب نهاية البطولة، لتثير الجدل الشديد بين عشاق الساحرة المستديرة حول بعض الأسماء التي غابت عن التشكيلة، وكذلك حول بعض الأسماء التي تواجدت ضمن الاختيارات. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، حيث شهدت تواجد 5 لاعبين من الفريق البطل منتخب إيطاليا الذي توج بالكأس للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح في مباراة نهائية مثيرة وتاريخية. وكان على رأس الكتيبة الإيطالية في التشكيلة المثالية الحارس الشاب العملاق جيان لويجي دورناروما المتوج بجائزة أفضل لاعب في يورو 2020، ليعيد الحراس من جديد لصدارة المشهد الكروي العالمي. وكان من الغريب أن خلت القائمة من اسم المدافع المخضرم جورجيو كيليني قائد منتخب إيطاليا، على الرغم من الدور الكبير الذي لعبه في وصول منتخب الأزوري للمباراة النهائية، في حين تواجد مواطنه سبينازولا على الرغم من غيابه عن مباراتي إسبانيا وإنجلترا للإصابة.
وضمت القائمة اسم اللاعب الإسباني الشاب بيدري في وقت لم تشهد فيه تواجد الثنائي المبدع السويدي إيميل فورسبيرغ صاحب الأربعة أهداف في البطولة والموهوب الشاب ميكيل دامسغارد نجم منتخب الدنمارك الذي سجل أحد أجمل أهداف كرة القدم في هذه النسخة. وكان الجدل الأكبر بين الجماهير وخبراء كرة القدم أيضاً في اختيارات اليويفا لثلاثي الهجوم، حيث ضم فيدريكو كيزا ولوكاكو ورحيم ستيرلينج، بينما غاب كل أصحاب الصدارة في جدول هدافي البطولة بدءاً من البرتغالي كريستيانو رونالدو وتشيكي باتريك تشيك ولكل منهما 5 أهداف، وكذلك الإنجليزي هاري كين والفرنسي كريم بنزيما، وفي رصيد كل منهما 4 أهداف. أهلا بحضراتكم، شفنا في التقرير أكتر من رائع على بعض الجدل وبعض النقد على هذه اللائحة أو التشكيلة المثالية لليورو 2020. هنناقش مع حضراتكم دوت، ومعنا طبعا ضيفنا محمد الباز. محمد، في انتقادات كبيرة على بعض المراكز، وخلينا نتكلم طبيعي أن المنتخب الإيطالي طبعا استحوذ على 5 لاعبين، وده من حقه لانه ظهر بافضل مستوى، لكن تعال نشوف انا وانت التشكيله المثاليه لليورو 2020 ونتكلم عليها. طبعا في حراسه المرمى الحارس الايطالي دوناروما، الحارس العملاق، حارس لسه صغير، حارس يعني المستقبل بالنسبه لفريق باريس سان جيرمان. شايف ده اختيار جيد ولا في اختيار موفق جدا؟ دوناروما بدا الكارير بتاعه من وهو عنده 17 سنه، يعني دايما يقال ان الخبره ولا السن او العمر، فلا هنا الخبره بتلعب دور كبير. احنا نتكلم مع دوناروما 17 سنه، وشارك ايضا مع المنتخب الايطالي في مباريات عديده، اكتسب خبرات بكل من هو صغير ليه تاثير كبير في فوز ايطاليا. احنا لو رجعنا للسيمي فاينل امام اسبانيا كان هو سر الفوز والصعود بتصدي لركله الجزاء مهاجم اسبانيا. صحيح فلا خلاف، وارقامهم كمان قدامنا دوناروما على الهواء، ارقام كمان بتدل ان هو حارس مميز جدا. وزي ما بقول لك، يمكن انت نقطه اتكلمت فيها مهمه جدا، ان بعض المدربين يقول لك البطولات الكبيره دي محتاجه الخبره ومحتاجه خاصه حراسه المرمى لازم يكون كبير، لكن دوناروما بسن 20 سنه قدر ان هو يفوز كمان بجائزه افضل لاعب في العالم، يعني افضل لاعب في العالم، ودي ما اتكررتش الا في مرتين على مستوى البطوله. طبعا كان مع بيتر تشيك حارس العملاق للمنتخب الدنماركي في 92 على ما اتذكر، ودوناروما هم كحراس مرمى حصلوا على لقب افضل لاعب بكل تاكيد. صحيح يعني نشوف كمان بقيه التشكيله على مستوى الدفاع، وانت كنت لسه بتتكلم يعني يمكن جورجو كليني من افضل اللعيبه على مستوى الدفاع، لكن لم يتم اختياره يعني على حساب طبعا ماجواير. على انا اتكلم على السردباكين الاول، ماجواير طبعا مدافع المنتخب الانجليزي على حساب طبعا جورج كليني. رايك ايه؟ انا شايف الفرق الوحيد بس ممكن يكون في عامل السن، ولكن مع كليني انا بصراحه شفت واحد في 25 عام، يعني مش 36 او 34 على ما اتذكر. انا اعتقد تم يعني عدم اختياره كان ممكن يكون هو العامل مجامله شويه للمنتخب الانجليزي، على الاقل عندكم واحد في التشكيله المثاليه لان انا واخد 5 وهو فعلا في 5 من المنتخب الايطالي، هو محتاج الخمسه بشكل كبير. فطبعا كان كليني مهم ان هو كان يكون موجود في التشكيله ديت، ليس فقط من اجل يعني مجامله ولكن تكريما له. صحيح. انا شايف ان كليني يستحق بكل تاكيد، لانه قائد المنتخب الايطالي منذ اعوام، يعني في استمراريه في بنتكلم في كلين شيت كابتن هاني. لا عندك حق، يعني هو كمان عامل السن بالنسبه له ما كانش عامل، يعني كان بيعوضه شويه السرعات قليل شويه، لكن بيعوضه بالبوزيشن، بيعوضه خلي بالك كمان السبيريت والروح القتاليه. ودايما كنا بنشوف بوناتشي وكليني لما بيشيلوا كره خطر ولا حاجه قد ايه الروح ديت كان ليها تاثير ايجابي جدا على المنتخب الايطالي. خلينا السؤال اللي انا يمكن شايفه شويه، سبينازولا ده طبعا خد في التشكيله المثاليه كافضل ظهير ايسر، انا في اعتقادي على حساب لوك شو طبعا ادى بطوله رائعه طبعا. عنده كمان رقم قياسي، اسرع هدف في البطوله. فانت شايف هل سبينازولا كان فعلا
من افضل اللعيبه الموجوده في البطوله وياخد جدير بهذه التشكيله المثاليه؟ اتفق الى حد ما، لان شو هو يعني ممكن الهدف الذي احرزه، الهدف اللي شفناه كان تحول كبير طبعا للمنتخب الانجليزي، وكان يلعب دور كبير في كريدت ليه ان هو يتم اختياره، ولكن هنا في معايير كثيره كابتن هاني بيتبص عليها، يعني قطع الكوره، التحكم، الكنترول، التكمله. يعني انت دلوقتي بنتكلم في الطريقه الحديثه في ان الظهير الايمن او الظهير الايسر بيكمل ومع الجناحات وبيشتغل جناح، بيشتغل جناح ظهير جناح يعني. فبالتالي انا يعني متفق، انا مش متفق، انا مختلف معاك في دي. خلينا نتكلم على بونوتشي طبعا برضو من العناصر اللي كانت مهمه جدا جدا في فوز المنتخب الايطالي على هذه البطوله. اداء قوي جدا، تفاهم واضح جدا ما بينه وما بين كليني، كمان على مستوى القياده، على مستوى كمان التهديف. اعتقد كان هدف مهم جدا 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 طبعا. هدف البطوله في اعتقادي هو هدف التعادل امام المنتخب الانجليزي. برضو معانا ارقامه، يعني ارقام كبيره جدا طبعا بونوتشي. بتدل ان هو كمان مدافع جيد، يعني مدافع طبعا من طراز فريد يعني. بالظبط، التفاهم ما بينه وما بين كليني كان هو سر فوز المنتخب الايطالي او المحافظه على هذه الارقام القياسيه. هما الاثنين بيلعبوا مع بعض في اليوفنتوس من اعوام، يعني انا شفت تصريح لكليني قال انا اعرف بونوتشي اكتر ما اعرف زوجتي، يعني زمايل العمل دايما مع بعض، فاهمين بعض، بيكملوا بعض، وده اللي شفناه فعلا واتعكس على المنتخب الازوري ككل، روح الكابتن والقياده مع كليني. فبونوتشي سؤال فني يا محمد، انت في اعتقادك على مستوى المنتخبات هل ظهيري الوسط من الافضل ان هم طبعا لازم يكونوا في مستوى جيد، من الافضل ان يكونوا في نادي واحد عارفين بعض، ولا على مستوى المنتخبات ممكن يكون في تكتيك مختلف، ممكن يكون الامور مختلفه شويه؟ مع الكره الحديثه كابتن انا اعتقد ويفضل ان يكونوا مع بعض، يعني وده مثال جيد جدا اللي احنا شفناه في منتخب الازوري. طيب نخش على خط النص واختيارات التشكيله المثاليه. طبعا بنتكلم على جورجينيو، طبعا لاعب خط الوسط الاكثر من رائع للمنتخب الايطالي وطبعا فريق تشيلسي. بنتكلم على بيدرو، هقف شويه عن بيدرو، ده لاعب عنده 18 سنه كمان. بيدرو خلي بالك حصل على افضل لاعب صغير او افضل لاعب شاب، بيدري على افضل لاعب شاب في سن 18 سنه. المنتخب الاسباني لم يقدم المطلوب منه، ولكن تواجد بيدري على مستوى التشكيله المثاليه لليورو 2020. صحيح، يعني بالنسبه لبيدري هو نجم وسط ملعب برشلونه، يعني احنا بنتكلم على بيدري هو خاض البطوله كانه لاعب 26 عام وليس صحيح. 18 عام صحيح. وده نفس المثال يا كابتن هاني اللي قلناه على دوناروما، يعني احنا بنتكلم برضو عامل السن ولا عامل الخبره، هو ظهر لانه هو بيشارك بشكل كبير وحصل على افضل ناشئ في هذه البطوله، فيستحق طبعا. يعني هو كان افضل النجوم في البطوله، واللقب دوت ساعده، هو شارك في 6 مواجهات لمده تقريبا 629 دقيقه. لا صحيح. يعني فعلا لا. طب على مستوى جورجينيو بيقدم بطوله ولا اروع، والنهارده يمكن من خلال الانترو بقول لك هو طبعا مرشح للحصول على الجائزه الذهبيه، وقال لك على مستوى، مش هقارن نفسي بميسي ولا رونالدو، لكن على مستوى البطولات حصلت على اكبر بطولتين في القاره الاوروبيه، على بيتكلم على تشامبيونز ليج مع تشيلسي وعلى مستوى البطوله الاوروبيه مع منتخب ايطاليا. بكل تاكيد انا يعني بالارقام بتقول لنا برضو ان جورجيني نسبه التمرير عنده يا كابتن ودقتها بتوصل ل 93%، وده رقم قياسي بيضيف في كريدت جورجينيو ان هو يكون طبعا متواجد في التشكيله الرئيسيه بكل تاكيد. يعني متفق معاك، في 7 لقاءات اللي لعبهم مع ايطاليا وعدد دقائق، يعني استعاد 46 كره، يعني هو استعاد 46 كره خلال كل هذه اللقاءات، 7 لقاءات، بكل تاكيد يستحق ان هو يكون متواجد. افضل اللاعبين واعتقد على مستوى الدفاع، على مستوى الهجوم، كيزا طبعا لعيب المنتخب الايطالي. يمكن في بعض التقارير بتقول ان في انديه كبيره على مستوى مانشستر يونايتد، على مستوى بايرن ميونخ، بتتهافت او بتطلب كيزا. رايك ايه في تواجده في التشكيله المثاليه يعني؟ طبعا كيزا زي ما قلنا هو جناح ايمن، شفنا توغلاته وتحركاته الكثيره بالكره كابتن هاني، وان هو يخش في الملعب ويسدد من خارج الملعب،
كذا لعيب لعيب كبير طبعا تطور مع على مستوى مع عدم قطع كلامك على مستوى الارقام. انا استوقفني رقم طبعا هو طبعا اهداف جاب هدفين صناعه الاهداف صنع 8 فرص للتهديف ده رقم كبير جدا جدا ودلوقتي اللي بيصنع الهدف تقريبا متساوي مع اللي بيحرز الهدف فده رقم كبير على مستوى التصويبات طبعًا. 16 تصويبه 16 فعلا 16 تصويبه على المرمى صحيحه يعني 16 منهم 7 على المرمى منهم 7 على المرمى صحيح. فكان يعني رقم قياسي. انا عايز اقول حاجه برضو هنا للساده المشاهدين عن كيزا. كيزا والده كان متواجد ايضا مع المنتخب الايطالي يعني ولعب قبل كده كان في عام 96 وكان زميل روبرتو باجيو كابتن لو نفتكر الاسطوره الكبيره بالمنتخب الازوري كان اسمه انريكو كيزا ده اسم الوالد فده مثال جيد. انت دلوقتي الابن بيلعب بعد تقريبا من 96 2021 ويحرز ايضا اهداف. عايز اقول لحضرتك ان كيزا الوالد احرز ايضا هدف في مباراه كان امام على ما اتذكر المنتخب الالماني او الانجليزي على ما اتذكر وكان في انجلترا في هذه البطوله في اليورو 96. طيب على مستوى التشكيله وعايز اخد رايك سريعا جدا في لوكاكو. لوكاكو طبعا المهاجم القوي الدبابه البشريه زي ما بيقولوا على مستوى الهجوم وبعض الانتقادات على لوكاكو وكان الناس بتفضل وجود مثلا هاري كين وجود رونالدو. فلوكاكو ايه رايك في تواجده في التشكيله المثاليه هو ورحيم ستيرلينج؟ رحيم ستيرلينج اللي ادى في اعتقادي بطوله على اعلى مستوى بكل تاكيد. يعني صحيح ان منتخب بلاده غادر البطوله من دور الثمانيه يعني لوكاكو ولكن لوكاكو في 5 مباريات كابتن هاني لعب تقريبا 444 دقيقه سجل 4 اهداف يعني برضو نسبة كبيرة يعني طبعًا. احنا هداف البطولة 5 اهداف صحيح. فهو كان ليه دور كبير جدا من 13 محاولة على المرمى ان هو يسجل 4 اهداف ساعده بشكل كبير ان هو يكون متواجد في التشكيلة الاساسية لليوفا. طبعا كنت اتمنى ان يكون موجود كريستيانو رونالدو تكريما لهذه الارقام والتحطيم ارقام قياسية كبيرة. بغض النظر انا متفق تماما في عدم ضم شيك اللي هو مهاجم بالظبط باتريك شيك رغم ان هو احرز 5 اهداف وشارك في فوز منتخب بلاده في الادوار طبعا مهاجم منتخب التشيكي ادى لكن لسه صغير اعتقد هو نجم من النجوم اللي برزوا واكيد هيكون ليهم يعني مستقبل كبير في الفترات اللي جاية كل تأكيد. يعني هنروح لفاصل وبعد الفاصل نتواصل ولسه عندنا حاجات كتيرة جدا في المحترف. أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف برحب بحضراتكم وبرحب بضيفنا محمد الباز. طبعا هنتكلم معاه وهنتكلم معاك يا محمد في الأرقام والإحصائيات وزي ما اتكلمنا أن بطولة اليورو 2020 كان فيها أرقام مختلفة وفيها إحصائيات مختلفة وأنت يمكن قلت كلمة جميلة جدا من الصعب خلال البطولات اللي جاية أن بعض الأرقام دي تتكسر أو بعض الإنجازات تتحقق تاني بهذا الشكل صحيح. أبرز ما ورد في حصاد الـ 2020 كان بالنسبة لك إيه أو أنت رصدت إيه يعني؟ أنا يعني خلينا نبدأ بالأهداف كابتن هاني. إحنا قلنا أن على مستوى الأهداف 142 هدف وده أكبر نسبة اتحققت من إحراز نسبة إحراز الأهداف على مستوى البطولة يعني تقريبا بنسبة 2.7 أو 8 هدف كل مباراة صحيح. احنا ولكن الظاهرة الغريبة هنا احنا حبينا نركز عليها ونخش بشكل يعني ديب أكتر علشان نفهم الأرقام والأهداف دي جات إزاي. معانا كابتن هاني 29% من الأهداف جات من خلال كرات عرضية ده ظاهرة غريبة أيضا يعني تقريبا تلت الأهداف من كرات عرضية بالظبط يعني احنا لما نخش جوه 29% يعني تقريبا 47 هدف من ال 142 هدف كرات عرضية 27 هدف منهم كابتن هاني كان ضربة رأس وده اللي بين مدى أهمية اللي كنا بنتكلم الطريقة الحديثة 4-3-3 3-4-3 في الأجنحة والزيادات والظهير ده صحيح ده بينعكس زي ما أنت بتقول على يمكن المهتم بالتدريب أو الشكل التدريبي أو النواحي الهجومية. أعتقد أن طالما في كرات عرضية كبيرة بنسبة كبيرة أكيد يبقى طبعا. كمان ضربات الرأس أو
مهاجمين اصحاب او وسط الملعب اصحاب الضربات او مدافعين. كنا بنشوف ماجواير بيطلع وكان بيشكل خطوره طبعا كبيره جدا، فده رقم مهم كمان في اليورو. ابرز الارقام زي ما احنا شايفين في احراز الاهداف بضربات الراس كان هاري كين بهدفين اثناء او خلال البطوله، وهدفين للاعب المنتخب السويسري هاريز سيفيروفيتش احرز ايضا هدفين براسه، وبقيه الاهداف كانت متوزعه. يعني احنا بنتكلم في 27 هدف بضربه راس، فده كان رقم كبير. طبعا الظاهره الاخرى او الرقم القياسي الجديد اللي سجلته اليورو 2020 ان احنا لاحظنا 16 ضربه جزاء يا كابتن هاني، سبع ضربه جزاء تم صدهم سيفد ولا بره؟ سيفد يعني من حراس المرمى. من حراس المرمى، لان احنا لما كنا بنبص لو قارنا ب 2016 كان في 2016 البطولة النسخه اللي قبلها على طول كان 20 ضربه جزاء تم صد منهم 10، كان بره 2 وسيفد 8 على ما اتذكر او 7 او 3. ولكن ليه النسبه قلت، نسبه ضربات الجزاء قلت هنا؟ طبعا بوجود تقنيه الفار، الحراس شفنا في الاونه الاخيره تطور حراس المرمى بشكل كبير، في ليس فقط يعني روما مع عندنا ميلر وأبسلة كثيره جدا. طبعا ضربات الجزاء ويعني هو طبعا فيها عامل التوفيق، لكن كمان اعتقاد الشخص ان في تفوق على مستوى حراس المرمى طبعا في عمليه انقاذ او صد ضربات الجزاء في 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 ثلاث اربع حراس على مستوى عالي، طبعا على راسهم طبعا دونا روما اللي صد يمكن اكثر من ثلاث ضربات جزاء، فده كان عامل مهم جدا يعني. طبعا بيكفورد حارس طبعاً منتخب الانجليزي تصدى ايضا لضربات جزاء وكان سبب في مواصله المنتخب الانجليزي الوصول للنهائي بكل تاكيد. الظاهره الثانيه معانا كابتن هاني، ودي ظاهره غريبه، 11 هدف معاكس، 11 هدف تم احرازهم بشكل معاكس او بطريقه الخطا. ال 11 هدف دول كان ابرزهم كان المنتخبات التي تضررت من ال 11 هدف، كان فريق البرتغال امام المانيا، وايضا كان روبن دياس ورافائيل جوريرو على ما اتذكر من منتخب البرتغال احرزوا اهداف في انفسهم، وكان في ايضا هدفين من منتخب سلوفاكيا امام اسبانيا. على مستوى بص خلينا نتكلم، كان في زي ما انت اتكلمت عدد اهداف كبيره جدا وصل ل 142 هدف في البطوله، يمكن ده على اساس ان الفرق اكتر بقت 24 فريق، وبالتالي عدد الاهداف مقارنه بالبطولات اللي فاتت عدد كبير جدا. لكن على المستوى الاجمل، على المستوى الاجمل حصل طبعا هدف طبعا باتريك شيك مهاجم الفريق التشيكي على افضل هدف في البطوله، وكان يعني زي ما بقول لك هدف رائع اكتر من رائع. بوجبا في سويسرا كان هدف اكتر طبعا من رائع، كمان مودريتش في اسكتلندا بالظبط. احنا قدامنا ده طبعا هدف باتريك تشيك من اوله، يمكن الناس كان طبعا بيلعبوا بكره، ده رجع من تقريبا بنتكلم من نص الملعب يعني ده بالفعل. هو كان فيه هجمه على المنتخب التشيكي عمل كونتر اتاك، لكن خلينا نتكلم على اولا الرؤيه انه بص اولا على الجون بشكله عارف انه طالع قدام شويه، لكن كمان المسافه كانت بعيده جدا. تتكلم على مسافه تقريبا نص الملعب، تتكلم على الدقه، يعني هنا هنبص هنلاقي هو هيزق الكره شويه لقدام، لكن بنتكلم انا في اعتقادي هو محضر نفسه باصص على الجول، مسافه توصل لاكثر من 55 متر صحيح. وانها توصل بهذه السرعه وبهذه الدقه من فوق حارس المرمى زي ما شايفين بالظبط، يعني الكره ديت لو واطيه شويه الجون هيمسكها، لو عاليه شويه هتطلع. فاعتقادي كمان على مستوى فرحه اللعيبه، على مستوى فرحته هو والكل اللي شاف، قال ده طبعا يمكن هدف الموسم بس مش في اليورو، لكن على مستوى السنه دي في كره القدم هدف اكتر من رائع يعني. بكل تاكيد احنا متفقين ان بطوله اليورو هذا العام او 2020 هي الامتع، هي الاكثر صحيح. اثاره صحيح. هدف باتريك شيك طبعا زي ما عايزين نقول ونوضح برضو للساده المشاهدين ان اليوفا اختار 10 اهداف تم التصويت عليهم، وصلوا لافضل 5 اهداف. يعني ممكن نقولهم سريعا، هدف ضد هولندا كان يرميلينكو في مباراه هولندا، وهدف باتريك شيك زي ما قلنا ضد اسكتلندا، هدف رونالدو
ضد هنغاريا في مباراتهم ضد المجر بالظبط. ضد المجر بالظبط. هدف دي بروين ضد الدنمارك، بلجيكا والدنمارك، اول ما نزل بشماله في الضيقه، في شماله في الضيقه، كان هدف عالمي يعني. وهدف طبعا مودريتش مش عايزين ننساه ضد اسكتلندا، فدول افضل خمس اهداف. ثم حصل النهارده تصويت تقريبا شارك فيه 800 ألف شخص من الجمهور، واتفقوا على باتريك شيك الافضل. طبيعي، بص هو طبعا تحديد الاجمل هدف بيتوقف على حاجات كتيره جدا، ممكن يكون الاجمل بالنسبه لي مش الاجمل بالنسبه لك، لكن انا في اعتقادي باتريك شيك الهدف الاجمل نتيجه ان هو المسافه بعيده، نتيجه للمفاجاه اللي حصل بيها، ونتيجه طبعا لدقه التصويبه. هنروح لقائمة الهدافين، ويمكن كان في جدل لمحمد اني عارف ان رونالدو احرز خمس اهداف. معانا على الشاشه دلوقتي كريستيانو رونالدو من البرتغال خمس اهداف، باتريك تشيك التشيكي بخمس اهداف، روميلو لوكاكو البلجيكي اربع اهداف، فورسبورغ السويدي باربع اهداف، كريم بنزيما الفرنسي باربع اهداف، وهاري كين الانجليزي باربع اهداف. عندنا كمان جورجينو فينالدو من الهولندي بثلاث اهداف، عندنا ليفاندوفسكي بولندا ثلاث اهداف، وهاريس طبعا نجم المنتخب السويسري بثلاث اهداف. لكن بعض الناس برضه محمد بتقول رونالدو خمس اهداف، اتكلم على بيتر تشيك خمس اهداف، ولكن الجائزة راحت لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو. اكيد بسبب الاسيست اللي كان عنده، صحيح. فرصة صناعة هدف، وده جعل الكفة بتاعت رونالدو هي الرابحة في الاستحقاق بلقب هداف البطولة بكل تأكيد. عايزين نكمل برضو يا كابتن هاني من أهم الإنجازات أو الأرقام القياسية. قلنا أكبر عدد أهداف، قلنا أعلى معدل هدف في نهائيات كأس الأمم الأوروبية، زي ما قلنا تقريبا هدفين كما سبعة أو ثمانية كل مباراة. أكبر عدد من الأهداف حصلت في يوم واحد، في يوم واحد، في يوم واحد كان يوم 23 يونيو، وفي اعتقد ده في الادوار دور المجموعات، دور المجموعات على ما اتذكر. اكبر عدد الاهداف في يوم واحد 18 هدف، ده رقم قياسي سجلته ايضا اليورو 2020. اكبر عدد من الاهداف في جميع نهائيات كاس الامم الاوروبيه طبعا كريستيانو رونالدو ب 14 هدف، وزي ما قلنا ان هو حصل على الهداف التاريخي للبطوله وللمشاركات ايضا في نهائيات كاس الامم. عايز اقف عند حاجه، ويمكن الكل اللي متابع للبطوله بنحس بيها، الاون جولز الاهداف يعني بيقولوا النيران الصديقه بمعنى اصح، كان عدد كبير جدا جدا. هل ده انت شايفه بسبب التيمبو، بسبب سرعه الاداء، بسبب المفاجات اللي بيحدثها المهاجمين على المدافعين، او سبب قله خبره من بعض المدافعين؟ انت شفت الجزئيه السلبيه دي ازاي؟ انا شفت الجزئيه ديت بشكل ايجابي بكل صراحه. ليه؟ لان الطريقه الحديثه زي ما كنا بنتكلم، و زيادة الظهير الأيمن والأيسر مع الأجنحة يا كابتن، لما حللنا ال 11 هدف اللي هو الطريقة عكسية في اليورو، كل ال 11 هدف جم من خلال رفعات عرضية من داخل منطقة الجزاء، مش مرتفعة بشكل عالي. هنا المهاجم أو سوري الظهير الأيمن والأيسر أو الجناح اللي زاد وعمل الرفعة ده يا كابتن هاني، ما خلاص أنا عملها بقوة مرفوعة من على الأرض، قاصد ان هي هتخبط في ليما في المدافع ليما في حارس، بيني وبينك وبيلعبها بقوه، خبطت ما خبطتش ممكن تعدي. يعني هكمل معاك يا محمد طبعا احصائياتنا وارقامنا وكل ما هو كان جديد في اليورو 2020، بس نروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم في المحترف. اهلا بحضراتكم في المحترف، ويمكن اتكلمنا على ارقام واحصائيات، لكن تبقى قضيه المدير الفني. زي ما حضراتكم عارفين يمكن ظهر ظهور اكثر من رائع روبرتو مانشيني، يعني طبعا كانت نهايه ماساويه للمنتخب الالماني بقياده لوف. قضيه هل المنتخبات، هل من الافضل بقاء فتره طويله للمدير الفني للمنتخبات زي لوف اللي قعد يمكن اكثر من 13 سنه، او مع فكره اخرى ان هو تجديد الدماء دايما في المنتخبات دي؟ القضيه اللي هنناقشها مع حضراتكم دلوقتي هنا في المحترف، لانها قضيه كمان ممكن نتكلم ونلمس بيها مع الكره المصريه. هل من الافضل على مستوى المنتخبات، على مستوى الانديه، ان يكون في فترات طويله للمدير الفني او للمدرب انه يشتغل مع الفرقه ويكون فرقه كبيره وبطولات، ولا يكون فتره 3 4 سنين هي الفتره يعني يكون يحصل فيها التارجت او الهدف من
بقاء او خروج المدرب، ده اللي هنناقشه مع حضراتكم. عشان نناقشه كمان عندنا ضيف مميز جدا عبر سكايب، طبعا عندنا فيتال، طبعا ابرز لاعبي الكره البلجيكيه على مستوى التاريخ، يمكن شارك في نسختي كاس العالم 94 و98، ويمكن كمان في الفترة عمل مدرب للمنتخب البلجيكي في الفترة من 2012 ل 2016، تولى كمان القيادة الفنية لمنتخب الأردن في منتصف العام الحالي 2021. طبعا فيتال بنرحب بيك هنا على شاشة قناة النادي الأهلي ومشرفنا ومنورنا. أهلا بكم، أهلا بكم. أود أأمل أن يكون حوار مفيد وجيد وأن تكونوا جميعا بصحة جيدة. شكرا لكم. طبعا شكرا لتشريفك أو وجودك معنا في قناة النادي الأهلي. طبعا بداية من اليورو، طبعا تقييمك الفني بعد انتهاء هذه البطولة الكبيرة المميزة بفوز المنتخب الإيطالي بهذه البطولة، تقييمك لأداء البطولة كلية؟ أعتقد أن أستطيع أن أقول أن هذه البطولة كانت صعبة للغاية، كانت بطولة صعبة ولكن جيدة في نفس الوقت. لقد تابعت الفرق، الكثير من الفرق الجيدة، ولكن كما قلت من قبل إيطاليا كانت من الفرق المفضلة لدي. ولكن أيضا عندما نتابع الدنمارك بعد الحادث المؤسف لأريكسن، هذا الفريق كان قوي للغاية، ومن حيث التكتيك والخطط. وأستطيع أيضا أقول عن إيطاليا، عندما أرى إيطاليا تلعب وتغني النشيد الوطني والروح القوية لدى اللاعبين ولدى الفريق، جميع كافة الفريق كانوا يلعبون كشخص واحد، وهم فريق كبير للغاية. وهناك فرق أخرى كانت مخيبة للأمال، ولكن لم تكن هناك فرق كبيرة. كنت يعني أسبانيا كانت بالنسبة لي مخيبة للأمال، كانت لديها فرص كثيرة ولكن لم يكن لها هدافين، وهذه كانت مشكلتهم ربما. وعندما أنظر إلى بلجيكا أيضا خيبوا أمالي وخيبوا التوقعات، لأنهم كانت هناك يعني هجمات كثيرة ربما أكثر من اللعب بشكل أفضل. ولسه السؤال لي على المنتخب البلجيكي، وقلت لسه نفس السؤال، رغم كثير من الخبراء قالوا أن هذا الجيل من المنتخب البلجيكي هو الجيل الأكثر قوة والقادر على حصد البطولات، في وجهة نظره الفنية لماذا فشل المنتخب البلجيكي للوصول للمباراة النهائية وحصد اليورو 2020؟ أنا أعرف هذا الفريق جيد جدا، وعملت معهم لفترات طويلة كمساعد مدرب، وأعرفهم جيدا، ويعني خضنا معارك كثيرة سويا، وقاموا ببطولات كثيرة جيدة على سبيل المثال في روسيا، وكنت أتوقع أنهم سيصلون إلى النهائي. ولكن أعتقد أن اللاعبين والمدرب لا يؤمنون بنفسهم ولا يعتقدون أنهم فريق كبير، يفتقدون الثقة ربما، وهذا ما جعلهم يتأخرون، فهم يلعبون بهجمات مرتدة بطريقة أكثر، وهذا ما كان مخيب للأمال. وهذه هي كرة القدم في النهاية، هناك فرق تعرف كيف تلعب ضد بلجيكا، وبلجيكا عليها أن تعرف كيف تلعب ضد فرق أخرى. وهناك فرق كانت أقوى للأسف من بلجيكا مثل إيطاليا. إيطاليا ذكية للغاية، لديها عقلية كبيرة، تحارب من أجل الوصول إلى اللقب، وأستطيع أن أقول أنهم يستحقون أن يفوزوا بالبطولة. في نفس الجزئية، هل هو مش شايف، لأنه كرر الجملة كذا مرة، اتكلم على الروح القتالية للمنتخب الإيطالي، هل كان هذه الروح وهذا الإصرار على الفوز بالبطولة كان غائب عن المنتخب البلجيكي مما أثر عليه؟ طبعا أكيد بالسلب يعني.
ليس فقط الروح ولكن هي إيطاليا. إيطاليا هي كذلك، هم يغنون ويصرخون قبل المباراة والروح لديهم عالية ومرتفعة وهناك مثل النار في دمائهم ويعرفون كيف يسيطرون على أرض الملعب، أرض الملعب، ولكن أيضا لديهم التكتيك، يعرفون كيف يضعون الخطط. إيطاليا كانت ليست جيدة في البداية وكانت هناك بعض المشاكل ربما أمام إنجلترا، ولكن لوهلة استطاعوا أن يغيروا من هذه الخطط، يغيروا من خططهم واستطاعوا أيضا أن يسيطروا على الكرة بصورة كبيرة وأن يغنوا وينشدوا ويصرخون حتى يرفعوا من الروح المعنوية للفريق. ورأينا كيف تقدمت إيطاليا وهذا ما جعل الأمور تختلف ربما في 45 دقيقة في بداية المباراة مع إنجلترا على سبيل المثال كما رأينا. طيب أكيد لو اتكلمنا عن الروح القتالية للعيبة، لكن كمان لازم نتوقف على دور المدربين. دور المدربين مارتينيز، بنتكلم على روبرتو مانشيني، عايز أخد رأيه يمكن في القضية اللي بنناقشها النهاردة في المحترف، قضية المدير الفني للمنتخبات. هل من الأفضل بقائه لفترات طويلة أو يكون عنده لونج بلان تيرم على مستوى المنتخبات زي ما شفنا يمكن لوف على مستوى المنتخب الألماني قعد أكثر من 13 سنة، ولا هو مع الفترات المحددة فترات قصيرة وخاصة على مستوى المنتخبات؟ نعم، هذا يعتمد على المدرب. عندما تنظر إلى المدرب لديه خبرة كبيرة وترى، وهذا هو ما أحبه كثيرا، فهو لاعب كبير للغاية وهو مدرب كبير ومشهور للغاية، ولكن أحيانا ربما عندما يتحدث مع اللعيبة لا يتحدث كمدرب ولكن يتحدث كصديق، كلاعب معهم، يفكر كلاعب، ما الذي يمكن أن أفعل عندما يتحدث معي اللاعب بهذه الطريقة، وهذا ما أحبه كثيرا. وأيضا في الشوط الأول أو في النصف الأول من الضربات كان يذهب الجميع وكل كان يستمع إليه وكان يركز مع ما يقوله ومع تعليماته، وهذا يظهر الاحترام الذي يبديه اللاعبين للمدرب، وهو شيء عظيم أن نرى مجموعة من النجوم ومجموعة من أعضاء الفريق ونرى الروح القتالية، وهو ما جعل إيطاليا قوية. صحيح، يمكن برضو السؤال الأبرز وأطرحه مرة تانية بشكل مختلف، لوف على مستوى المنتخب الألماني قعد أكثر من 13 أو 14 سنة في تولي القيادة الفنية للمنتخب الألماني رغم الإخفاق في يمكن كأس العالم الماضية. هل هو شايف على مستوى الكرة البلجيكية استمرار مارتينيز على رأس القائمة الفنية للمنتخب البلجيكي لفترات طويلة، أم حان الوقت دلوقتي لتغيير شكل الإدارة الفنية للمنتخب البلجيكي؟ لا أستطيع أن أقول هذا. ألمانيا الوضع مختلف، ربما استمر لفترات طويلة، ولكن أستطيع أيضا أن أقول أن لوف أحيانا كان يكون جيد وأحيانا يخفق، هي تعتمد على المباريات. أستطيع أن أقول أن بالنسبة لمارتينيز لديه سيطرة على اللاعبين، سيطرة كبيرة، وهي للأسف النتيجة لم تكن كبيرة في هذه البطولة. كنا نتوقع تكتيكات وخطط ربما أفضل، ولكن لم يكن هذا موجود في هذه البطولة. كانت هناك أيضا إصابات كثيرة، بعض اللاعبين عادوا من إصابات، وكل هذا أثر على الفريق بشكل عام. أكيد النتائج بتأثر بشكل أكيد، إذا كانت نتائج إيجابية أكيد على المستوى الإيجابي بالنسبة للمدير الفني، ولكن على مستوى
النتائج السيئة على مستوى على سبيل المثال ديشامب، طبعا المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ويمكن كانت فرنسا المرشحة الأولى للفوز بهذه البطولة. هل وجهة نظرك الفنية، هل ديشامب يستمر مع الإدارة الفنية لمنتخب فرنسا، أو من الوقت حان الوقت دلوقتي لضخ دماء جديدة لي على المستوى الإداري الفني للمنتخب الفرنسي؟ يجب عليك أن تنظر إلى فرنسا، فهي أيضا أو فرنسا أيضا فريق كبير وقوي، ولكن هذه المباريات التي خسروا فيها، ولكن فرنسا بالفعل كانت مخيبة للأمال في هذه البطولة، لأن المدافعين كانوا ضعفاء للغاية، كانوا يقعون في أخطاء كبيرة للغاية في خطوط الدفاع، وتستطيع أن ترى الإخفاقات والنتائج 2-0 2-2 2-3، وهذا ليس من الطبيعي فيما يتعلق بلاعبين مثل فرنسا وفريق كبير. وبالنسبة لي فليس علي أن أستطيع أن أقول من يستمر، ولكن اللاعبين هم من يحرزون في النهاية، والمدرب يعرف وفقا للاعبين ووفقا لخططه أن يتقدم ويقدمون ما لديهم، وهو من يستطيع أن يقول ما الذي يمكن أن نفعله، ولكن يمكن أن يفكر في تغييرات ويعود مرة أخرى أن يغير من رأيه في التغييرات. والمدرب ربما اللاعبين ينقصهم الخبرة ربما. صحيح. طبعا اخيرا يبقى المدرب والمدير الفني، طبعا هو يعني زي ما بنقول على حسب النتائج ايجابيه او سلبيه، دي القضيه اللي بنناقشها النهارده في حلقتنا. بنشكرك بتال كوتش بتال، بنشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله حظ اوفر للمنتخب البلجيكي في كاس العالم القادمه. شكرا جزيلا على وجودك معنا هنا في قناه النادي الاهلي. نعم أشكركم، شكرا جزيلا لاستضافتي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هنروح فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا قضية هل المدير الفني للمنتخبات أو الأندية من الأفضل بقائه لفترات طويلة أو قصيرة، نعرف ده مع ضيفنا طبعا محمد الباز بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف، ويمكن قدامنا 10 دقائق عشان نناقش فيها قضيه ان شاء الله باذن الله ناخد بدايتها ونكملها ان شاء الله في المحترف، وهي قضيه مهمه جدا. هل من الافضل للمنتخبات او حتى للانديه هي اقامه او استمرار المدير الفني لفترات طويله للاداره الفنيه، ام من الافضل تجديد الدماء من حين لاخر لتجديد الدوافع والبطولات؟ ده اللي هنناقشه مع حضراتكم وهنناقشه مع محمد. برحب بك مره تانية محمد، ايه رايك في الجزئيه ديت؟ احنا عارفين ان يمكن لوف كان قعد فتره اكتر من 13 سنه مع المنتخب الالماني، فترات طويله جدا، خاصه وانا عارف انك دايما هناك في المانيا، ان انت مواطن مصري الماني في المانيا، على مدار التاريخ دايما فترات طويله جدا للمنتخبات او المدير الفني للمنتخبات وادارتها للاداره طبعا الاداره الفنيه للمنتخبات. ويمكن على الشاشه قدامنا عدد المباريات ليوكام لوف 198 مباراه، فاز 125، تعادل 39، هزيمه 34 من الاهداف، 473 هدف وعليه 205، يعني ارقام اعتقد كلها ارقام ايجابيه. ولكن يبقى السؤال، هل كان من الافضل رحيل لوف عن الاداره الفنيه لمنتخب المانيا بعد فشل كاس العالم 2018، او انت بتأيد الفكره يعني الفترات الطويله للمدير الفني؟ بكل تاكيد كابتن هاني، انا شايف ان توماس توخل هو ظاهره يعني، هو وصل ل 16 عام مع المنتخب الالماني. النط الالماني بتاعها او لوف، هو ظاهره وصل ل 16 عام، وانا شايف هي فقط عند هذا المدرب. لان لو احنا بنتكلم على صعيد المدربين الالمان على سبيل المثال، شفنا هانز فليك، شفنا توماس توخل، شفنا يوب هاينكس، هنتكلم عليه كنا بنتكلم على مستوى الانديه، تقصد على مستوى الانديه، ولكن على المستوى المنتخبات انا شايف ان بتكون لها دور كبير جدا ان المدرب ياخد وقته
على مستوى الأندية بشكل كبير اللي محتاج إن هو يبني فريق كويس، يطور في لاعبين، يشتري لاعبين وهكذا لمواصلة، لأن المباريات طويلة، المواسم طويلة، البطولات كثيرة. أما على مستوى المنتخبات الوقت مختلف تماما، فلا لا لا أحبذ بصراحة. ما بص يعني هناخدها وأنا هناقشك في الجزئية دي. على مستوى الأندية أعتقد بيبقى فيه الوضع مختلف شوية، الوضع مختلف على مستوى انتقالات، على مستوى اللعيبة، على مستوى على الأهداف. الإدارة نفسها بتختلف من فترة إلى أخرى يعني. لكن على مستوى المنتخبات، وده دايما باخد المنتخب الألماني مثل يعني في هذه الجزئية، على مدار يمكن كل الكرة الألمانية، يمكن مش أكتر من 8 مدربين في تاريخ الكرة الألمانية تولوا الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا. لوف بنتكلم عليه 13 سنة أو 16 سنة، وصل 16. أنت مع الجزئية دي مع المنتخبات، وخاصة يعني عايز أقول لك وهقارنها باللي حصل معنا في مصر على مستوى الكرة المصرية، لكن المنتخبات بالذات يبقى الفترات الطويلة أفضل بالنسبة لك، ولا الفترات يعني الزمنية القصيرة تكون أفضل يعني؟ أنا شايف إن الفترات الطويلة أفضل مع المنتخبات، ومثال ألمانيا مثال زي ما حضرتك قلت فعلا، هم 8 مدربين في أو أقل في الفترات اللي فاتت دربوا المنتخب الألماني، حققوا معاهم إنجازات تاريخية. مثال لوف مثال مهم يعني، وصل 16 سنة. ليه هو لوف أخفق في الفترة الأخيرة؟ أعتقد لأنه هو كان بيعتمد على لاعبين، ما استطاعش أنه يعمل التشكيلة والتوليفة، ترك لاعبين زي توماس ميلر، وكان في انتقادات كثيرة، ما عملش ضخ دماء جديدة برضو في الفريق. فأنا شايف الفترة الزمنية تكون أطول مع المنتخبات، بتدي مساحة أطول أنه يفهم المنتاليتي، الفكر بتاع اللاعبين، ويقرب منهم، يتابع شكل جيد للدوريات المحلية، لأن هو ده الأساس، والبطولات القارية على سبيل المثال. طيب يعني هنروح على صعيد الأندية. على صعيد الأندية يمكن الوضع مختلف شوية. يمكن أنا على مستوى التجربة، يمكن في أوتو ريهاجل المدرب الألماني الكبير كان قاعد في فيردا بريمن أكتر من 13 سنة في على التوالي، قبل ما يروح طبعا وينتقل لباير ميونخ. فعلى سبيل المثال معانا بعض المدربين، ويعني ممكن نشوفهم معانا. هنبدأ بطبعا أليكس فيرجسون، طبعا يعني السير، طبعا صاحب المسيرة الطويلة جدا من 86 ل 2013 2014 مع المان يونايتد. برضو ده مثل كبير جدا على ان الإدارة ممكن تكون مدات يعني فترات طويلة جدا، وممكن يستمر بنجاح يعني. بالظبط. وفي برضو أمثلة تانية كابتن هاني لمدربين ارقامه معانا اهوت برضو يا محمد، يعني قول برضو ارقامه وهبدا اناقشك فيها. يا طبعا السن 79، اتفضل. بالظبط. الالقاب الدوري الانجليزي 13 مره، كاس الاتحاد 5 مرات، السوبر الانجليزي 10 مرات، كاس العالم للانديه مره واحده، دوري ابطال اوروبا مرتين، السوبر الاوروبي مره واحده، اجمالي طبعا الانفاق 978 مليون .74 مليون دولار. هو مدرب اليونايتد من موسم 86 87 حتى نهايه موسم 2018. طب ده مثل على مستوى يمكن الامثله دي مش هنقول انها كتيره، لكن على مستوى الانديه بعض المدربين بيعملوا نجاحات كبيره جدا زي ما قلت لك اوتو ريهاجل، فيرجسون، بنتكلم على مدربين سابوا بصمه. هل الوضع دلوقتي في كره القدم اتغير؟ سرعه المدربين، الاهداف بتتغير، رؤساء الانديه ليها دخل في الجزئيه ديت؟ اكيد، بكل تاكيد. الفكر اتغير دلوقتي، والامثله الحديثه زي هانز فليك كابتن هاني في عام واحد، موسم واحد مع بايرن ميونخ الموسم اللي فات 19-20 او 20-21، حقق 7 بطولات في موسم واحد. الامثله الثانيه توماس توخيل مع باريس سان جيرمان، بالظبط، في موسمين حقق 3-4 بطولات. فده بيقول ان ليس له علاقه بهل لو المدرب قعد فترات طويله جدا. انا شايف ان هذه بعض ظواهر مش هتتكرر، من الظواهر المهمه جدا، ظواهر مهمه، ولكن مع ارسن فينجر كمان ما ننساش يعني، كمان مع مشواره مع ارسنال
ويمكن مشوار طويل جدا، نجاحات كبيره جدا جدا. مدرب ارقامه كمان معانا على الشاشه، طبعا سن 71 سنه دلوقتي. طبعا هو بيشتغل في الفيفا، يمكن من المنظمين في كره القدم، وبيعمل حاجات جميله جدا جدا على مستوى الفيفا. الالقاب طبعا الدوري الانجليزي 3 مرات، كاس انجلترا 7 مرات، السوبر الانجليزي 7 مرات. اجمالي الانفاق كان وصل ل 978 مليون دولار. طبعا كان مدرب الارسنال في الفتره طبعا من 96 حتى 2018. تجربه فيرجسون مع الدوري الانجليزي او مع ارسنال محمد كانت ممكن نشوفها تتكرر مع يمكن المدير الفني الجديد للباير ميونخ، نتكلم على فليك دلوقتي، اسف، المدرب الشاب كلينزمان، على مستوى المدربين الشباب لسه عنده 33 سنة ماسك الفريق البايرن، كان طبعا في قبل كده ماسك لايبزيج. هل هيكون في برنامج طويل المدى لهذا المدرب الشاب مع فريق كبير زي فريق البايرن؟ ما اعتقدش بصراحة، لان هو بالنسبة له ده تحدي كبير جدا، واستلام الفريق من هانز فليك بعد النجاح الكبير، النجاح الكبير، 7 بطولات في موسم واحد، بالنسبة له تحدي. اعتقد ان مش هيكون هناك كابتن هاني الصبر على ايضا نفس الفكر موجود برضو في والاداره، وخصوصا مع لو نتكلم على بايرن ميونخ، اوليفر كان هو رئيس الفريق البافاري في الوقت الحالي، وصرح مع بدايه الحقبه بتاعته من الاسبوع الماضي داخل بكل جراءه وبقوه، انا عايز اكمل على نفس النسق، على نفس البطولات والانجازات. ما فيش شك على مستوى البطولات كان مهم جدا المدير الفني يكسب بطولات عشان يستمر، ولكن احنا شفنا تجربة سيموني مع أتلتيكو مدريد، قعد فترات قريب جدا من الحصول على لقب، لكن أخيرا هذا الموسم طبعا دييغو سيموني اللي على الشاشة قدامنا، طبعا السن 51 سنة، أتلتيكو مدريد، ألقاب الدوري الأسباني 2 مرات، كأس أسبانيا 1 مرة، سوبر الأسباني 1 مرة، الدوري الأوروبي 2 مرات، السوبر الأوروبي 2 مرات، إجمالي الإنفاق يعني بتتكلم في مليار دولار. مدرب لأتلتيكو مدريد من يناير 2012، يعني انت داخل دلوقتي تقريبا على 9 سنين. طبعا دييغو سيموني هو المدير الفني لأتلتيكو مدريد، فأعتقد مدة طويلة، مدة لا بأس بها، بيحقق زي ما شفنا نسخة البطولة الدوري محققها 2 مرات، لكن مستمر. ده برضو بتقول ان مش بس النتائج هي اللي بتتحكم في مصير المدرب، لكن ده برنامج ووضعين خطة طويلة الأجل، عشان شايفين هذا المدرب قادر على حصول على البطولات في الفترات اللي جاية. تقريبا هو الإدارة في الأندية بتلعب دور كبير، يعني احنا شفنا المثال يورجن كلوب مع ليفربول، صحيح، شفنا المثال بتاع بيب جوارديولا مان سيتي، أول ما استلمهم قال أنا قدامي على الأقل سنة ان انا اعد فريق قوي يبدا ينافس، وبدا يحقق الالقاب بعد 2 سنين تقريبا، وبدا ان هو يتواصل ويواصل الانجازات. مختلفه كابتن هاني، يعني هي انت بالنسبه لك يورجن كلوب بعد ما يعني كان مفاجاه بالنسبه لك الاداء الرائع اول ما راح ليفربول وحقق على شكل اللعب، على شكل المستوى، الاداء، على شكل النتائج، واحنا معانا ارقامه برضو محمد. يورجن كلوب طبعا 54 سنة، طبعا مدير فني ليفربول، الألقاب الدوري الإنجليزي 1 مرة، دوري أبطال أوروبا 1 مرة، كأس العالم أندية 1 مرة، سوبر الأوروبي 1 مرة. إجمالي الإنفاق يمكن قليل، يمكن 569 مليون دولار. هو طبعا مدير الفني لليفربول من 2015، يعني ده يعتبر الموسم السادس ليورجن كلوب. مظبوط. رأيك إيه في تجربة يورجن كلوب مع ليفربول لغاية دلوقتي؟ تجربة ناجحة بكل تأكيد، يعني استطاع ان هو يخلق فريق قوي، فريق ينافس، يرجع تاني يحطه على التراك الصحيح مع ليفربول، ان هو يتواجد بشكل كبير في الشامبيونز ليج وبطوله اوروبا على المستعيد، ياخد البريمير ليج بعد غياب ليفربول اعتقد اكتر من 25 طبعًا او 35 سنه طبعًا. طبعا وفي ظل الصعوبات والتحديات مع يورجن كلوب في اخر موسمين، او بالاخص الموسم الماضي كابتن هاني، غياب عنده في الدفاع ومشاكل كثيره، لحق نفسه في اخر البطوله، اخر البريمير ليج، ووضع نفسه تاني في التوب فور عشان يلعب في الشامبيونز ليج. مدرب ناجح، تجربه ناجحه بكل تاكيد، واللي لحق نفسه كمان اعتقد يعني بنتكلم على المان سيتي، يمكن خساره المان سيتي للقب البريمير ليج السنه اللي قبل اللي فاتت كان بعض الضغوط طبعا على جارديولا، هل يرحل هل يبقى، ولكن
بقى جارديولا في المان سيتي وحقق ارقام قياسيه على مستوى البريمير ليج وفاز بالبريمير ليج السنه دي، ومعانا كمان ارقامه يعني سن 50 سنه طبعا المدير الفني للمان سيتي، الالقاب دوري الانجليزي 3 مرات، كاس الاتحاد الانجليزي مره واحده، كاس انجلترا 4 مرات، اجمالي الانفاق وصل لحوالي 948 مليون دولار وهو طبعا في المان سيتي من يوليو 2016 برضو داخل تقريبا على 5 سنين تقريبا. طبعا اداء جارديولا كمدير فني كبير جدا وعمل بصمه واضحه جدا اكيد مع برشلونه يعني. طبعا يعني العبقري يعني مع برشلونه وبايرن ميونخ صحيح، وبعد كده مان سيتي بيب جوارديولا سيظل هو العبقري فعلا من وجهه نظري، بس كان واضح من الاول مع الاداره وشيء رائع. نفس الكلام كان مع يورجن كلوب، انا محتاج وقت ان انا اعد فريق قوي. فعلا الاستمراريه يعني انا شايفها مختلفه، يعني بتختلف من مدرب لمدرب من صحيح. اداره لاداره، امثله يعني لو اتكلمنا في عدد سنين 5 سنين أو 6 سنين هناك مدربين يا كابتن زي ما قلنا سنه وسنتين وحقق الكوب برضو يعني مختلف. النقطه الاخيره اللي اكلمك فيها وسريعا، بتختلف كمان ثقافه المدير الفني نفسه، يعني احنا بنتكلم على لوف وهو قبل البطوله وقال ان هذه البطوله هي البطوله الاخيره ليا مع المنتخب الألماني. هل الثقافة دي ممكن تكون موجودة لو حصلت في مصر؟ ممكن يبقى فيه على انتقادات كتيرة جدا، طب ازاي انت بتقول انا هني كمان بعد البطولة ورايح بطولة كبيرة زي كده؟ هل واجه لوب بعض الانتقادات من تصريحاته ان هو قال ان انا بعد هذه البطولة هيكون المشوار الأخير مع المنتخب الألماني؟ ده سؤال جميل. انا بنتكلم على هو واجه بعض الانتقادات، ولكن للامانه مع متابعتي للصالونات والبرامج الرياضيه في المانيا لا يعني ما اثرتش فيهم بشكل كبير ان انا همشي بعد سنه، لا خلاص وقف نجيب مدرب تاني، لا احنا خايفين احنا داخلين امم اوروبا فبالتالي مش ما نعتمدش عليه او ما نتصورش ان احنا هنفوز بالبطوله. لا انا شفت ان هم تم التعامل مع الموقف بشكل كويس جدا، بل بالعكس اشتغلوا مع بعض، حاولوا وكان عندهم هدف ان هم مع نهايه العام او نهايه او اخر بطوله لليوف ان انا احقق رقم او انجاز كويس قبل الرحيل او احقق البطوله صحيح. ولكن للاسف ما حصلش دوت لان كان في ضغوطات كبيره عليه، فقد تركيزه، ما كانش في افكار جديده لتطوير الفريق صحيح. فلا على العكس في مصر لا اعتقد ان اول ما مدرب يقول انا همشي بعد سنه وهكمل معاكم الموسم دوت او البطوله ديت وامشي، ما اعتقدش ان هنصبر عليه. دي ثقافه محمد وهتناقش ثقافه وهنتناقش فيها، لان في امور كتيره جدا ان شاء الله هنا في المحترف هنناقش بعض القضايا. هل ثقافه الكره المصريه يعني لازم تكون زي اوروبا على مستوى التدريب على مستوى اللاعبين؟ ان شاء الله يكون لنا لقاءات معاك مختلفه هنعرض فيها يعني قضايا كتيره جدا تخص الكره العالميه والكره المصريه. بنشكرك شكرا جزيلا محمد على وجودك معانا النهارده. عفوا، شكرا كابتن، كنت مبسوط جدا معاك وشكرا. شكرا لحضراتكم كمان متابعي قناه النادي الاهلي على متابعتكم ومشاهدتكم. ان شاء الله يعني الاسبوع اللي جاي ويوم جديد من ايام المحترف.